فيلمنا النهارده بيبدأ بشيف مشهور اسمه بول، واللي بيكون تحته فريق من الطباخين واسمهم هانجر. والشيف بول بقى بيبقى من أهم اهتماماته إنه يخلي الزباين اللي بتجيله دايما جعانين، خصوصا الأكل اللي الفريق عامله علشان يبقى اسم على مسمى يعني، والناس المتريشة اللي بيطلبوه دايما بيبلعوا الأكل من جماله. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مطعم عيلة بسيطة بيقدم شعرية مقلية، والمطعم ده بيكون ماشي على وصفات سرية بتتقدم من جيل لجيل، ودلوقتي المطعم بيديره بنت اسمها ايوي. وفي الوقت ده بنشوف زبون اسمه تون بيجي يديلها الكارت بتاع فريق هانجر، وبيعرض عليها انها تيجي تشتغل هناك، بس ايوي ما بتكونش سمعت عنهم قبل كده. ولما بتسأل صحابها الكل بيتفاجئ من الخبر، علشان بيكونوا شايفين ان دي فرصة عمرها، وان دي فرصة كويسة جدا، وانها ما ينفعش تضيعها من ايديها، وان ده هيساعدها انها كمان تطور من نفسها وتبقى طباخة مشهورة زي الشيف بول. وبنعرف بقى ان الشيف بول هو رقم واحد في طباخين تايلاند، وفي الاخر كده بابا المجال عندهم بالظبط زي الشيف بوراك في تركيا. وفي الوقت ده ناس كتير مهمة بيكونوا عازمينه بس عشان يدوقوا الاكل بتاعه، وطبعا من كتر ما هو مشهور ومعروف باكلاته المميزة الناس بتحجز عنده قبلها بمدة وبيدفعوا له ارقام فلكية. وتاني يوم يروح تون لايوي وياخدها معاه المطعم، ولما بتدخل بتلاقي المطعم نظيف ومترتب على الاخر، فبتنبهر باللي هي شايفاه واللي هي طبعا مش متعودة عليه. وفي اليوم ده قبل ما تنضم لفريق هانجر بيعملوا لها اختبار، والشيف بول بيخليها تتنافس مع واحد متخرج من مدرسة فن الطهي، ومطلوب من كل واحد ان هو يعمل قائمة بسيطة ويطبخ له رز مقلي. ولما الخصم بتاعها بيعرف بشروط الاختبار بيحس ان الموضوع سهل جدا بالنسبه له ان يعمل الوصفه دي. بنلاقي بعد كده ان الرز المقلي اللي المفروض ان كل واحد يعمله بيكون مختلف عن التاني، وخصم ايوي بيختار مكونات غريبه علشان يعمل الرز بتاعه، في حين ان ايوي بتعمل الرز بتاعها ببواقي الرز اللي فاضله وتخلطه ببيضتين وشويه بهارات. وبعد ما بيخلصوا الرز بتاعهم بيجي دور بول انه يحكم، بس بول بيشم الاكل وبعدها بيطلب من خصم ايوي انه يمشي من المكان لان ايوي هي اللي كسبت. وبعد كده ايوي بتنضم للفريق رسميا، وبعدها بيطلبوا منها انها تنضف مكانها وتغير هدومها بالزي بتاع فريق هانجر واللي مكتوب عليه اسم المطعم. وبعدها تون بيعرفها على باقي افراد الفريق، بيشرح لها ان كل واحد في الفريق ليه دور معين، وبعد كده بيعرفها هي هتعمل ايه بالظبط في المطعم، وبعد كده بيقول لها ان هي ممكن تبقى مساعدة الشيف. وبعد كده الشيف بول بيجمعهم ويقول لهم ان خلال كام يوم كده هتجيلهم دعوة انهم هيطبخوا في عيد ميلاد ضابط مهم جدا، وبيقرروا انهم هيعملوا لحمة بس بطريقة مختلفة، وبعد كده بيقطعوا لحمة جودتها عالية قوي. والشيف بول بيكلف ايوي بالمهمة دي وبيقول لها ان اللحمة لازم تتقطع شرايح رفيعة جدا زي ما هو بيعملها بالظبط، وكمان انها لازم تطبخ كويس علشان تستوي. وبعد كده بيطلب منها انها تقرب وتعملها زي ما هو عملها بالظبط، بس هي ما بتعرفش تقطعها، وخصوصا انها عمرها ما اتعاملت مع انواع اللحوم دي. والشيف بيتضايق جدا علشان مش عارفه تعمل اللي هو طلبه منها، وبيفضل يزعق لها وبيكلفها انها تعمل لحمه الويجيو، برضه نفس الكلام ما بتعرفش تتعامل، فتمسك الطاسه وتحرق اللحمه اللي طلب الشيف بول منها انها تسويها. بيقول لها انها لازم تكمل تدريب لانها ما عندهاش خبره، وكمان بيقول لها لو فكرت تسيبي الشغل فانت هتخسري فرصه عمرك ان انت هتبقي طباخه شاطره. ويوي بتتضايق جدا من طريقه الشيف وهو بيزعق لها، ما بتكونش حاسه انها قادره تستحمل، فبتقرر انها تمشي. بس بعد ما بتفكر كويس بتغير رايها وبترجع تاني على المطعم، وتفضل تتدرب على الطريقه اللي الشيف عايزها تطبخ بيها. وتاني يوم الفريق لما بيجي بيلاقي ان ايوي نايمه في المطبخ من بعد ما قعدت طول الليل تتدرب، ويلاحظوا الحروق اللي موجوده على ايديها بسبب الزيت والنار، وده بيثبت لهم انها عندها اصرار انها توصل لتوقعات الشيف فيها. وبعدين بنلاقي ان مجهودها ما راحش هدر، لان قدرت اخيرا انها تعمل اللحمه بالطريقه اللي الشيف عايزها بالظبط. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف يوم الحفله، والمكان مليان ناس كلها في اي بي، ناس مهمه جدا، من ضمنهم راجل اسمه توس، وده بيبقى رجل اعمال وبيبقى معروف انه شاطر في تذوق الاكلات، وبيبقى عايز يشارك الشيف بول بس الشيف بول بيبقى رافض. وبعد ما الحفلة بتبدأ بتبقى مطلوب منها انها تعمل اللحمة بالطريقة اللي الشيف علمها لها، والناس بتنبهر بعد كده بالاكل، ولدرجة انهم بدأوا يلحسوا الاطباق من بعد ما اكلوا اللحمة. ولما توس بيشوف الكلام ده بينبهر جدا بمهاراتها
وبعد كده بيديلها الكارت بتاعه، ومن بعدها بقى يوي بتروح مع تون الاماكن اللي بتبيع احسن المنتجات الغذائية للطبخ، وتعرف ان الشيف بول بيشتري احسن المنتجات الغذائية اللي بتساعده في الطبخ حتى لو سعرها غالي جدا، لان الشيف بول مقتنع دايما ان احسن المنتجات الغذائية بتعمل احسن الوجبات. للاخر كده هو بيبقى شايف ان الغالي تمنه فيه. وبعدها فريق هانجر بيكون بيجهز للحدث اللي بعديه، والكل بيبقى مشغول بس مش بيكلفوا يوي باي حاجة تعملها. ولما بتسأل الشيف بول على السبب بيقول لها انها تغسل المواعين وتنظف الارض وتطلع الزبالة، بس يوي ما بيعجبهاش الكلام ده وبتعترض. بس الشيف بول بيفكرها وبيقول لها ان كل الموجودين هنا بينفذوا المهمات اللي بتطلب منهم وبس، ومش عشان الضيوف قالوا لها كلمتين حلوين يعني فهي كده مميزة عن الباقي. وبعد كده بيختبر قدراتها هي واحد تاني من الفريق في تقطيع الخضار، وفي اللحظة دي يوي بتجرح نفسها بالسكينة وبتثبت انها مش مميزة ولا حاجة. ولما بترجع بعد كده على البيت بتحاول تطبخ اكلة حلوة لعيلتها، ولما بيدوقوا اكلها بيعترفوا ان الاكل ما كانش حلو، وانهم بيفضلوا الشعريه المقليه اللي متعودين عليها. وهنا يوي بتستنتج ان حتى الاكل بيبين فرق الطبقات، والفقراء بياكلوا الاكل ده علشان يعيشوا، في حين ان الاغنياء بياكلوا اكل حلو بس عشان يشبعوا رغبتهم في وجبات طعمها حلو. وفي المشهد اللي بعد كده وهم في المطبخ بيحصل موقف كده مش حلو، واحد من الفريق بيتقفش وهو بيدخن، ولما الشيف بول بيشوف ده بيتضايق جدا وبيعكوش تصرفات كين، وبيلفت نظره ان ممكن السيجارة تقع في الاكل، وساعتها مش بس سمعة المكان هتتدمر، لا ده كل الفريق من ضمنهم الشيف اللي عاش طول حياته عشان يعمل اللي وصلوله ده. ده مش كده وبس، ده الشيف بول كمان بيعلن ان هو عارف ان في حد بيسرق في الفريق، وانه بيسرق لحم من النوع الفخم، وقبل ما يكون عايز يرجع لكاميرات المراقبة بيبقى عايز الحرامي يعترف على نفسه. والشيب بيطلب منه بعد كده انه يعرف نفسه قبل ما يتصرف تصرف مش هيعجبه، وانه ممكن يجيب الشرطة ويقبضوا عليه. وفي الوقت ده واحد من الفريق بيعترف فعلا ان هو اللي بيعمل كده، وبيطلع واحد من افراد الفريق لمدة طويلة وانه كان عايز يدوق طعم اللحمة دي زي الاغنية. وطبعا الشيب بول مش بيقبل بالتصرف ده وبيطرده. وبعد فترة بيجي لهم حدث تاني، والفريق بيكون مطلوب منه انه يعمل اكل العيلة، والعيلة بيكون رد فعلها غريب لما بيدوق الاكل اللي الفريق عمله. وبعد كده لما توم بيروح يقدم الشوربة الشيب بيرميها عشان بيكون فيها جمبري، واحدة من اطفال العيلة بيكون عندها حساسية من الجمبري، وان معلقة واحدة من الشوربة ممكن حرفيا تموتها. فالشيب بيطبخ بنفسه شوربة تانية خالص من مية الحنفية ومكونات تانية بديلة. وقتها يوي بتبقى واخدة بالها ان تصرفات الشيف غريبة. وبعد ما بيخلصوا شغلهم الشيب بيتعصب على الفريق كله، بيطلع ان الشخص اللي حط الجمبري في الشوربة يبقى دانك مساعد الشيف الشخصي، ولما الشيب بيعرف بده بيتعصب عليه على الاخر وبيبدأ يزقه لورا، بس دانج بيمسك السكينة وبيغز بيها الشيف. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الشيف وهو محجوز في المستشفى، فيوي بتروح تزوره في المستشفى وبتجيب له معاها طبق شعرية مقلية من مطعمها علشان ما بيكونش عايز ياكل من اكل المستشفى. وهم قاعدين الشيف بيتكلم معاها وبيحكي لها عن السبب اللي خلاه يبقى شيف اصلا، ويقول لها ان الموضوع بدأ من وقت ما كان صغير، واللي وقتها امه كانت شغالة في بيت واحد غني، ووقتها العيلة كانت بتاكل حاجة اسمها طفيار، فهو سرق برطمان من الكافيار عشان يدوقه، وللأسف اتقفش وقتها وصاحب البيت قال عنه ان هو حرامي، فبيخاف وبيقع منه البرطمان وبيتكسر، وساعتها مرات صاحب البيت بتخصم من امه حق برطمان الكافيار اللي اتكسر، واللي هتفضل تدفع فيه اكتر من شهر. وبعد كده الشيف بول وهو بيلم البرطمان المكسور على الارض باقي الكافيار، بس شاف ان طعمه مش مستاهل الضجة دي كلها، ومن وقتها قرر انه يبقى شيف شاطر علشان الاغنياء يتحايلوا عليه انهم يجربوا طبخه. وفي المشهد اللي بعد كده يوي بترجع على البيت وبتعرف ان باباها اتنقل على المستشفى عشان تعب من كتر الطبخ في المطعم، فيوي بتحس بالذنب عشان هي من ساعة ما اشتغلت في مطعم هانجر وهي اثرت في الشغل مع باباها في المطعم بتاعهم. وهي في المستشفى بقى بتسمع اخبار عن العيلة اللي راحوا طبخوا لهم وبتعرف انهم انتحروا علشان كان عليهم ديون كتير، فتستغرب يوي ازاي هم كان عليهم ديون كتير وانهم خلوهم يعملوا لهم اكل ويدفعوا لهم فلوس كتير بدل ما يسددوا الفلوس اللي عليهم بالفلوس اللي دفعها لهم. وده بالظبط بيكون تأثير الشيب بول في مجال الطبخ، الناس عندها استعداد حرفيا لاي حاجة عشان يدوقوا
أكله. ولما بتلاقي إن الشيف بول موافق إنه يطبخ طائر البوكير الأسود بتبدأ تشك فيه، لأنه عارف إن الفصيلة دي نادرة جدا وكمان مهددة بالإنقراض، فبتلاقي نفسها إنها مش قادرة تجاري تصرفاته وكمان طموحاته الأوفر. وساعتها بتقرر إنها تستقيل هي وتوم، وبعد ما بتستقيل بتلاقي إنها لازم تلاقي شغل في أقرب وقت علشان تقدر تدفع مصاريف المستشفى اللي أبوها محجوز فيها. فبتفتكر الكارت اللي توس إداهولها، ولما بتروح له توس بيفرح جدا وبيستقبلها بطريقة كويسة، وكمان بيعمل لها مطعم كبير علشان تبقى هي رئيسة الطباخين فيه، وبيبقى مطلوب منها إنها تعمل قائمة أكل مميزة، وبمساعدة ناس تانيين بتقدر إنها تعمل قائمة طعام مميزة جدا، وكمان بتعمل الأكل بالطريقة اللي هي عايزاها. والمفاجأة بقى إن قائمة الأكل بتاعتها بتلفت الانتباه وبتتشهر جامد جدا في فترة قصيرة، لدرجة إن الناس بتقف طوابير قدام باب المطعم. وبعد فترة فريق إيوي بيجيله عرض من واحدة من أشهر الناس في تايلاند اسمها ميليكي، والمفاجأة إنهم بيلاقوا هناك فريق هانجر كمان، والوجبات اللي الفريقين بيقدموها بتعجب الناس جدا، فريق ايوي بيعمل وجبات كتير لذيذة وبتتعمل بكل حب، في حين ان الشيف بول بيقدم اكله بطريقة دموية وكمان جريء كالعادة. وفي الوقت ده الشيف بول بيقول لايوي انها مستحيل تقدر تنافسه، لانه بما انه شيف مشهور الناس بتكون حاطة دايما توقعاتها عليه وبيبقوا مقتنعين دايما ان اكله هيطلع مميز. وفي الوقت ده البوليس بيجي وبيقبض على بول، لان توم بيكون نشر له فيديو وهو بيطبخ الطائر النادر، وطبعا توس بيكبر الموضوع اكتر. ايوي بتعرف ان الواحد لو عايز يبقى مميز ممكن يكون عنده استعداد انه يضحي باي حاجة، وبتستوعب كمان ان وهي بتحاول انها تنافس الشيف بول ضيعت وقت كتير بعيد عن عيلتها اللي كانت دايما بتدعمها، وعشان هي مش عاوزة توصل للي الشيف بول وصل له بتقرر انها ترجع بيتها وتكمل شغلها في المطعم مع ابوها في عمل الشعرية المقلية زي زمان. وبنستنتج من قصتنا ان الواحد عشان يحقق احلامه بيضطر فعلا انه يضحي بحاجات كتير، بس في الاخر هل الموضوع بيكون مستاهل؟ يعني مثلا عندك التيك توك، اللي بيظهروا في التيك توك دول بيخسروا كتير قوي من ضمنها كرامتهم، فهل يا ترى الفلوس تستاهل اللي هم بيعملوه ده ولا لا؟ المهم ده كان فيديو النهاردة، لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعملي لايك واشتراك في القناة علشان تشوف كل جديد مني، ويلا اشوفكم في فيديوهات جاية، سلام.